مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج ملفات، واللي بنرصد فيها اهم القضايا والموضوعات لتكون محور حديثنا مع ضيوفنا في الاستوديو. سنوات طويله وصعيد مصر مهمش ولا يحظى باهتمام العديد من الحكومات والقيادات السياسيه، وايمانا من الاهميه التي يتمتع بها الصعيد واثارها على المضي قدما في تحقيق اهداف التنميه. من اجل ذلك اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات منذ توليه الحكم على ان يحظى صعيد مصر بميزانيه كبيره تفتح له طرق الاندماج في العمليه التنمويه وتحقيق اهداف رؤيه مصر 2030. للحديث عن تنميه الصعيد وفقا لرؤيه مصر 2030، شرفنا ان يكون معي في الاستوديو الدكتور ياسر عبد العليم، عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع. نورنا دكتور محضر. اهلا يا هبي، ازي حضرتك؟ الحمد لله. خلينا في البدايه نطلع تقرير وبعد هذا التقرير نفتح هذا الملف. فقوا معنا. تحظى محافظات صعيد مصر باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية على كافة المستويات لتحقيق نهضة شاملة ومستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، حيث ضخت الدولة المصرية العديد من الاستثمارات وتنفيذ الكثير من المشروعات القومية الكبرى وبمشاركة القطاع الخاص، والتي بلغت تكلفتها أكثر من 1.8 تريليون جنيه خلال العشر سنوات الماضية لتنمية محافظات الصعيد في كافة القطاعات، كما جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد كافة لتكون أكثر جذبا للاستثمار وتعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلا عن تنفيذ العديد من برامج التنمية المحلية من خلال إنشاء 5130 مشروعا تم تنفيذها في العديد من القطاعات التنموية المختلفة كالصحة والكهرباء ومياه الشرب، بالإضافة إلى دعم مشروعات التنمية الاقتصادية والتطوير الحضري وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية بإجمالي استثمارات تصل إلى 22.25 مليار جنيه لتقديم خدمة مميزة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. كما تخطط الدولة لزيادة مشاركة محافظات صعيد مصر في الناتج المحلي الإجمالي 20% خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2030، وزيادة استثمارات برنامج تنمية الصعيد 50 مليار جنيه. كما تحظى محافظات الصعيد بأولوية كبيرة في الاستفادة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبمشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ العديد من المشروعات التي تحقق عائدا تنمويا وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية بمختلف محافظات الصعيد، وكذلك بناء العديد من الوحدات السكنية لأبناء وأهالي الصعيد، وإنشاء وتطوير عدد كبير من الطرق والمحاور وتطوير منظومة السكك الحديدية. جهود كبيرة ومستمرة تنفذها الدولة تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية في جميع أنحاء البلاد وفي القلب منها محافظات الصعيد، بهدف دعم التنمية الشاملة لتعد تنمية الصعيد واحدة من أولويات الدولة المصرية وتكثيف الجهود لدعمها وتطويرها، وبفضل الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في الصعيد بات صعيد مصر يشهد تحولا إيجابيا يؤثر بشكل مباشر على حياة أهله ويفتح آفاقا جديدة للتنمية والازدهار. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. مره ثانيه برحب بضيفي في الاستوديو الدكتور ياسر عبد العليم. خليني في البدايه دكتور ياسر، يعني دائما ما كنا نسمع عن اهميه تنميه الصعيد واهميه الاهتمام بهذا الجزء الغالي من الوطن على مراحل زمنيه كثيره. ما الذي حدث؟ ما الذي تغير حتى اصبحت هذه المقوله حقيقه واقعه على الارض؟ مبدئيا احنا عشان نعرف اللي اتعمل لازم نرصد كان ايه الوضع. يعني الصعيد في فترات طويله فعلا كان مهمش،
كنت عشان يعني تروح الصعيد وتنزل محطة قطر، تبص على محطة القطر اللي المفروض السواح جايين يعني فيها ويبقى واجهة، يعني تلاقيها يعني بشكل متواضع جدا. كنت عشان تعدي البر التاني من النيل تمشي 50-60 كيلو عشان تلاقي كوبري أو محور تعدي منه. الكرة ما كانش فيها خدمات ميه شرب، في كرة ما كانش فيها إنارة، في كرة طبعا ما كانش فيها صرف صحي. الخدمات كلها كانت طبعا مشقة كبيرة جدا عشان حد يروح يستخرج ورقة يسافر ساعات طويلة ويقف طوابير، وكانت الأمور صعبة والحياة كانت صعبة. النهارده لما مصر حطت رؤية 2030 للتنمية المستدامة، حطت طبعا شكل من أشكال توزيع الإنفاق بشكل جغرافي على ربوع الوطن كله من محافظات الوجه البحري وسيناء والصعيد. الصعيد المصري هو ثروة مصر الكبيرة اللي لم يعني يتم استغلالها بالشكل الأمثل خلال فترة طويلة. أرض زراعية خصبة، كمية مياه كبيرة، ثروة محجرية ضخمة، ثروة معدنية طبعا الذهب احنا عارفين، مواني على البحر الأحمر طبعا تقدر تقدم خدمات كبيرة، خدمات لوجستية، محاصيل أساسية واستراتيجية بتخرج من الصعيد زي الأقماح وزي الزيوت وزي السكر قصب السكر، صناعات غذائية. كل دي كانت إمكانيات لم يتم تشغيلها وما دخلتش عجلة التنمية أو ما لم تمسها يد التطوير خلال الفترة اللي فاتت. دكتور ياسر، يبقى كده ممكن نقسم يعني المسألة إلى ملفات. حقيقي. ملف البنية التحتية وما تم فيه، وهنا أتحدث عن شبكة طرق مهولة، يعني حتى لما في أساتذة طرق الدكتور عبد الله مخضرة وغيره لما بنتكلم في الطرق بيكلمني في ثورة حدثت في البنية التحتية في الطرق في المحاور في مسألة شبكات الكهرباء. نتكلم بشكل تفصيلي أكثر عما حدث في البنية التحتية لربط الصعيد الجنوب بالشمال ووسط الدولة المصرية. البنية الأساسية هي الخطوة الأولى اللي بتشتغل عليها كمخططين. أي مخطط عام لما بيجي ينمي منطقة يبص على أسلوب الوصول ليها وسهولة الحركة إليها ومنها. اتعمل ما يقرب من 6600 كيلو متر رصف وتطوير، منهم 2600 كيلو جداد خالص و 4000 إعادة تأهيل وتطوير، وده ممكن يكون في بعض الأحيان تكلفته بتبقى أكتر. اتعمل طرق خرسانية علشان تستحمل النقلات المحاجر والثروة المحجرية بتكلفة طبعا كبيرة. تكلفة ما تم انفاقه على البنية التحتية لمحافظات الصعيد العشرة 1.8 تريليون جنيه. عدد حتى تريليون طول ما الوقت تمام، ولسه طبعا المشروعات ما زالت مستمرة. ده تقريبا ربع ما تم انفاقه على البنية التحتية اللي هو تخطى 7 تريليون جنيه تم انفاقها على البنية التحتية لمصر كلها. زي ما قلت لحضرتك اتعمل 2600 كيلو مستحدثين، 4000 كيلو تم تطويرهم. اتعمل مخطط 22 محور بيعبروا من النيل شرقا الى غربه. اتعمل طبعا تطوير 46 محطة سكة حديد. حضرتك بتتكلم على ارقام كبيرة قوي. ارقام طبعا ضخمة، لان هو كان في تعطش الحقيقة كبير جدا وفي احتياج. يمكن بيعرض على الشاشة استاذة مقربتنا النهاردة في حلقة ملفات، بتعرض كل يعني هذه يعني حاجة 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 جميلة، يعني ارقام كبيرة يعني طبعا. كنا زمان نتكلم دكتور ياسر على بعض الطرق في جمهورية مصر بتسمى طرق الموت. للأسف كان أولها طرق الصعيد. طرق الصعيد يعني كانت في طرق فردية، كانت طرق بتؤدي للمناطق السياحية، يعني كان في طرق طريق الأقصر وفي طريق أبو سمبل، طريق أسوان أبو سمبل، كانت دي طرق فردية. تم طبعا عمل طرق مزدوجة، تم تطويرها. بنية تحتية طبعا اكتملت أكثر من 97% من الكرة النهاردة عندها مياه شرب نظيفة فيها إنارة. حوالي 35% من الكرة وصلها منظومة الصرف الصحي وجاري استكمال بقيه الاعمال. دخلت شبكات انترنت لفايبر اول مره توصل في الصعيد. اتعمل طبعا مشروعات ضخمه كبيره جدا للتنميه لتحليه المياه. اتعمل مشروعات طبعا كبيره للتنميه المحليه وميكنه الاعمال والمستخرجات الرسميه للمستندات اللي بتوفر طبعا الوقت، وده احنا عندنا في الاقتصاد توفير الوقت ده من دوال الانتاج اللي هو بيوفر تكلفه.
كمان المشروعات اللي اتعملت بقى يعني بعد ما اشتغلنا في البنيه التحتيه ابتدينا عرفنا نوصل، عرفنا نوصل للمكان، عرفنا نتحرك من هو بنعمل منه. بقى مصانع. انا اتكلم بقى هنا على مساله واحنا يعني انا بصراحه يعني ما يعرض على الشاشه شيء يدعو للفخر، يعني محطات طاقه كهربائيه، بنتكلم على محطه بني سويف وتعتبر من محطه بني سويف، وفي محطه الطاقه الشمسيه بنبان تعتبر الثانيه على العالم بالتاكيد. محطات طبعا ضخمه كبيره طبعا وتكنولوجيا عاليه جدا، ده حقيقي. نتكلم برضو على مساله الـ 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 المدن الجديده واهميه المدن الجديده والمدن الصناعيه ايضا دكتور ياسر، لان برضو حضرتك خبير وعندك رؤية كمشرع اقتصادي في مسألة الهجرة. كنا دائما نسمع عن الهجرة الداخلية من الجنوب إلى الشمال، من الجنوب إلى الشمال، وما يصاحبها بقى من مشكلات اجتماعية و تكلم على مسألة المدن السكنية الجديدة، أسوت الجديدة، المنيا الجديدة، أسوت الجديدة والمنيا الجديدة وبني سويف الجديدة. وتم إعلان يعني مدن الصعيد مدن خالية من العشوائيات، إن كان فيها طبعا عشوائيات خطرة برضو بشكل كبير. اتعمل المدن الجديدة اللي كانت من أهم أسباب الهجرة، هو اولا طبعا من اهم اسباب الهجره من الصعيد الى الشمال، ان مفيش فرص عمل، بالتأكيد. انه مفيش دخل، انه مفيش اسكان، فمقاومات الحياه صعبه جدا، بالتأكيد. فكان ده بيعمل طبعا اشكاليات كبيره جدا، وكان ده بيتسبب في عشوائيات ايضا في القاهره وفي مدن الوجه البحري، لانه جاي طبعا مفيش فرصه شغل، فبيشتغل باي دخل وبيسكن في اي مكان، وبعدين يبدا يستقطب بقى قرايبه واهله في الوقت اللي احنا طبعا الدوله ارتأت ان هي تدشن مشروعات التنمية المستدامة في أماكنها وتستغل الثروات الطبيعية للمكان ده، فبدأت تعمل مجمعات صناعية كبرى تخطط 40 مجمع صناعي موزع على محافظات الوجه القبلي بالكامل، وطبعا احنا بنحسب محافظة البحر الأحمر من ضمن الصعيد المصري. اتعمل مشروعات لعمل ظهير بحري لكل محافظة من المحافظات اللي هي بتشتغل وبتنتج وتقدر تصدر، تقدر تصدر من موانئ البحر الأحمر. طبعا المشروعات السكة الحديدية اللي توصلت من ضمنها طبعا لنقل البضائع، وهي أصلا من ضمن مخطط الاسكندريه كي بتاعهم الخط الافريقي، وتم طبعا احنا عندنا طبعا رؤيه كبيره ان اسوان تم اعلانها عاصمه افريقيا للاقتصاد وللسياحه، وهي طبعا يعني من اهم طبعا المدن اللي حظيت بالاستثمارات كبيره جدا. اسوان كان عندها اشكاليات كبيره، ان هي طبعا في مواجهه الجنوب بتواجه ظاهره التصحر، بتواجه ظاهره الجراد، بتواجه ظاهره التسرب المياه من السد العالي. تم انفاق مبالغ ضخمه جدا على احتواء الشكل ده من الاشكال. اتعمل بقى مشروعات طبعا زراعيه كبيره، استصلاح اراضي، مشروع مزرع النخيل في توشكا، طبعا مشروع وادي العلاقي، مشروع العوينات، مشروعات دي ضخمه جدا. فكرتني معلش يا دكتور يعني في مستهل حديثك على توشكا، يعني توشكا الخير واعاده يعني هذا المشروع الى الواجهه مره اخرى، يعني حقيقي هو كان تعثر فعلا. بالتاكيد كان تعثر، وخلينا اقول ان برضه سبب تعثر توشكا ان انك تروح على شركه، تروح توشكا تروح طياره هليكوبتر، او في وسائل، كانش في وسائل، وسائل طبيعيه يعني. طبعا مساله اعاده وجه يعني توشكا هذا المشروع الى توشكا الخير مره اخرى، ده حقيقي. مشروع توشكا النهارده فيه حوالي 400,000 فدان تم زراعه، 1.1 مليون نخله من اجود انواع النخيل اللي بتتوائم مع البيئه الموجوده هناك، واللي بيتم طبعا زراعتها وريها وخدمتها على احدث مستوى. كمان اشتغلت مشروعات العينات ومشروعات وادي العلاقي، تم استحداث انظمه زراعه موفره للميه حوالي 300,000 فدان، وجاري استكمال المشروعات دي. عايزين نقول ان اللي حصل خلال 10 سنين اللي فاتت نقل الاشكاليه من تدحرج الازمه، توقفت الازمه وجاري خلاص بقى ان احنا حته الهجره من الصعيد واشكالياتها دي خلاص توقفت تماما. اتعملت جامعات، احنا بنتكلم بقى طبعا عن طب خلينا قبل ما نتكلم على الشق الاجتماعي، يعني احنا ممكن بنتكلم على الشق الاقتصادي، المشروعات الكبيره، البنيه التحتيه، محطه الطاقه، الطرق، امور كثيره يعني، المدن الصناعيه. طب خلينا نتكلم سريعا عن المدن الصناعيه ومساله يعني
في الشق الاقتصادي وجود المدن الصناعية في الصعيد وكل يعني محافظة بقى لها ظهير سكني وظهير صناعي المدن المجمعات الصناعيه اللي اتعملت اكتر من 40 مجمع صناعي هي بتشتغل بالاساس الفكره نفسها عند اي اقتصادي في العالم ان انا بستغل الميزه التنافسيه الموجوده في المكان. تمام. فمدن الصعيد زي ما قلت لحضرتك يعني في مشروع المثلث الذهبي اللي هو القصير سفاجه ده الموضوع ده ليه مستقبل كبير جدا وهي معادن بقى المعادن الذهب واستخراج الذهب والقصدير والفوسفات ومعادن طبعا مختلفه على اعلى مستوى باحدث تقنيه وداخل فيها طبعا تكنولوجي نوها الاجنبيه اللي مش موجوده عندنا. عندنا طبعا مصانع طبعا السكر اللي تم تطويرها وتم تحديثها في العديد من المدن في قوس وفي ابو رقاص وسكر الحمضيه والعديد من الشركات اللي هي بتشتغل على ان هي تحاول ان هي تعمل اكتفاء ذاتي من محصول السكر اللي طبعا كان عامل فيه مشكله ان ده محصول استراتيجي بالنسبه لنا. طبعا مزايا تنافسيه في المحاجر وفي الثروه المحجريه وفي الثروه المعدنيه اتعمل مجمعات كمان تكنولوجيه ومجمعات صناعات هندسيه علشان المدن دي ما تبقاش بتعتمد على نوع واحد من الدخل. اتعمل طبعا في الاقصر وفي في اسوان طرق السياحيه اللي تم تطويرها كل ميزه تنافسيه موجوده في محافظه تم التعامل معها العمل على تنميتها بشكل مستدام. خليني دكتور اتكلم برضو وده شيء مهم جدا. مسألة المدن الجديدة كانت موجودة في عصور سابقة يعني وكنا لنا اصدقاء ولنا اهل يروحوا المدن الجديدة دي ما بيطولوش اسبوع ويرجعوا. طب في ايه؟ يقول لك اول ما فيش خدمات الطريق طبعا الطريق يعني الطرق صعبة جدا. ومسألة يعني الفكر الجديد في مسألة المدن الجديدة ربطها بوجود محل رزق او زي ما يقول منطقه صناعيه فيها عمل الخدمات متوفره. وبعدين خلينا برضه احنا شعب عاطفي الانتقال من المدينه الجديده للمدينه القديمه او لمكانك بقى اصبح فيه يسر وسهوله فالفكره بقت اشمل واعم. المدن الجديده النهارده اللي موجوده عندنا في مصر كلها عموما هي مدن جيل رابع. المدن دي بتبقى مدشنه بالاساس ان هي بتحل محل مدن قديمه بتقنيه اعلى بتوفير اكتر في نفقه المعيشه والانتقال، كمان بتبقى اقرب للمدن الصناعيه وبتبقى مخططه الوصول ليها وسهوله وسيوله الحركه الانتقال من والى اماكن. طبعا مش لازم يكون مجمع صناعي، ممكن يكون مجمع زراعي، ممكن تكون مزرعه، ممكن يكون مشروع، ممكن يكون نشاط رايح المينا وجاي من المينا. الامور دي كلها طبعا حلحلتها زي ما بقول لحضرتك كانت الامور دي صعبه جدا. انت كنت عشان تعبر النيل من شرق الى غرب كنت ممكن تمشي 50 60 كيلو عبال ما تلاقي معبر للنيل يعديك تروح ناحيه ثانيه ومعديه بقى ومشاكل. الامور النهارده طبعا اكتر من مخطط 34 محور على نهر النيل تم تنفيذ اكتر من 10 او 12 وجاري تنفيذ بقيه المحاور. تسهيل الحركه ده هو في حد ذاته تايم ايكول ماني، يعني الامور فيها وفر طبعا وتسهيل حياه الناس. خلينا نتكلم على مبادرة هامة جدا هي مبادرة حياة كريمة، تلك المبادرة التي يعني تم رصد أكثر من تريليون و700 مليون مليار وهي عدت المبلغ ده يعني عدت بكتير. هذه المبادرة اللي بتغطي كل مراكز ومحافظات مصر. هنتكلم على حياة كريمة ونصيب جزء هام من الوطن هو الصعيد من هذه المبادرة بعد هذا التقرير، فابقوا معنا. تواصل الدولة جهودها لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة الأزمات من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام بما يتضمنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والتوسع التدريجي في نظام التأمين الصحي الشامل ليغطي المحافظات كافة ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نظم نقل آمنة ومستدامة وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما تم العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية
علاوة على تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر الريفية، هذا فضلا عن مواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعية الزراعية والصناعية والخدمات الإنتاجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن طريق مشاركة القطاع الخاص بهدف توفير الآلاف من فرص العمل في مختلف القطاعات، بما يسهم في خفض معدل البطالة. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. حياه كريمه ونصيب الصعيد من هذه المبادره اللي تعتبر من مبادره يعني لم تشهدها مصر من قبل. بالتاكيد ده اكبر مشروع عملته يعني مصر، ومن اكبر مشروعات التكافل الاجتماعي وشبكات الحمايه على مستوى العالم، وطبعا ده بدون مبالغه. يعني دي تقارير رسميه هي اللي رصدت الموضوع ده، وحتى صندوق النقد الدولي نفسه اشار لانه مشروع يعني تكافل وكرامه ده من اهم مشروعات شبكات الحمايه الاجتماعيه طبعا، اللي بتبقى يعني الدولة يعني ملزمة بأن هي تقدم الحماية للطبقات الاجتماعية اللي هي بتتضرر من التضخم ومن ارتفاع الأسعار اللي هي ملهاش دخل. ده بيبقى شبكة حماية استفاد منها الصعيد طبعا. محافظات الصعيد بالكامل تم إدراجها في المرحلة الأولى من مشروع تكافل وكرامة، اللي هي طبعا كانت الأكثر احتياجا، والشروط اللي محطوطه لمشروع تكافل وكرامه كانت تنطبق اكثر على محافظات الصعيد اللي طبعا كان فيها مستوى التكافل خدمات بقى منخفض. وحاجات طبعا صحيه، بالتاكيد شيء جميل. تطوير طبعا المستشفيات العامه والمستشفيات الجامعيه، تشويق اكثر من 365 مركز صحي ووحده صحيه تم تطويرهم لتقديم الخدمات، اللي طبعا لما كان حد بيحصل يعني حادث بسيط كان بيتطلب ان هو يتنقل من القريه او المكان اللي هو فيه، كان بيؤدي بحياه الناس، كان بيأذي طبعا الناس. كل الامور دي تم تداركها طبعا في مبادره حياه كريمه، اللي هي شغاله طبعا زي ما قلت لحضرتك، توصيل مياه الشرب النقيه، توصيل الكهرباء، توصيل الصرف الصحي، كل المشروعات دي. ولحد وحدات النهارده صحيه بالظبط، ولحد النهارده بي بي بيستفيد من، وكمان مشروع تكافل وكرامه لو اتكلمنا عليه هو كمان برضه استفاد منه اكتر من 2 مليون مواطن في محافظات الصعيد حتى الآن، وطبعا جاري الاستكمال. يعني احنا بنتكلم دلوقتي الأرقام بتتغير يوم بعد يوم. دكتور، خليني أتكلم على موضوع هام جدا فيما يخص الهجرة من الجنوب، مسألة البطالة والشباب وأهمية يعني أن يجد الشاب في هذه المحافظات فرصة عمل يعني، وتوفير الدولة له في مسألة العمالة، خاصة البطالة انت عارف حضرتك هي كانت من ضمن الأسباب الرئيسية للهجرة. للهجرة ده حقيقي. هو بالعموم كان معدلات البطالة في محافظات الصعيد كان هي الأكبر على مدار طبعا سنوات طويلة يعني، وإن كانت طبعا بتنخفض مع المعدل العام لانخفاض معدل البطالة في مصر اللي هو طبعا النهارده تحت 6.8 بعد ما كان فوق 7، وده معدل يعني برضو غير مرضي. انما المجمعات الصناعيه اللي تم عملها وشبكات الكهرباء، محطات الكهرباء اللي ولدت كهرباء للمصانع وللورش، والتوجيه نفسه بالتعليم المختلف، التعليم الفني اللي تم انشاء اكثر من 230 مدرسه فنيه لتخريج الفنيين لفرص العمل المتاحه في الاماكن دي. زي ما قلت لحضرتك كل مكان ليه ميزه تنافسيه. طبعا شفنا مدرسه الذهب اللي تم انشائها، شفنا المدرسه الصناعيه اللي تم انشائها بتخرج خريج يقدر يخرج ويشتغل ويكسب اسرع من طبعا التعليم التقليدي النظري اللي مش هيلاقي فرصه عمل طبعا او فرص عمل كافيه لكل الخريجين، الى جانب انه طبعا تم نقل انظمه تعليم متطوره من خلال انشاء 5 جامعات تم انشائهم، جامعتين حكوميه وثلاث جامعات اهليه وخاصه اللي بتخرج خريجين على مستوى عالي وعلى مستوى برضو سوق العمل. جامعة جنوب الوادي دلوقتي تطور من أكبر الجامعات. بالتأكيد طبعا جامعة الأقصر تم استحداث كليات الألسن فيها كانت مش موجودة كل، مع إنها يعني ده كان بديهيات، كان من الأساسيات في محافظة زي كلها دي. كلها سواح من كل دول العالم كان يجب أن يكون فيها ده، وده طبعا تم تداركه معانا. طبعا المشروعات اللي عملت على تشغيل الشباب ووفرت ما يقرب من 1,300,000 فرصه عمل خلال 9 سنين اللي فاتت، ده طبعا ما كانش هيحصل لو ما كانش البنيه التحتيه اتعملت، لو ما كانش المجمعات الصناعيه اتعملت، لو ما كانش سهوله الحركه ذهابا وايابا لاماكن العمل دي، كان المليون و300,000 فرصه عمل دول كانوا هينزلوا على القاهره وعلى الوجه البحري.
دكتور خليني أكلم، هل يعني الصعيد كمنطقة خاصة يعني زي شمال سيناء أو سيناء وتطوير سيناء والاهتمام بسيناء، يعني دائما ما نسمع عن تطوير الصعيد وتطوير سيناء يعني باعتبار ان هذان الجزئان لم ينالا يعني حظهما من التنمية، يعني حقيقي يتطلب تشريعات خاصة بيهم يعني، او هل هناك تشريعات تم يعني التوصية او اقرارها لتنمية صعيد للصعيد؟ التشريعات العامة على مستوى الدولة اللي هي القوانين ولوائحها التنفيذية بتطبق طبعا على كل ربوع الجمهورية، لكن فيما يخص الصعيد تم في 2018، في بداية 2018 استحداث هيئة تنمية الصعيد، هيئة منفصلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بيرأسها لواء مهندس بيشرف على التنسيق ما بين كل الجهات المسؤولة عن تنمية الصعيد، وبتناول كل المشروعات بالدراسة وبدراسات الجدوى بالمتابعة وبخطط التنفيذ للعشر محافظات، والتنسيق ما بين المشروعات الكبرى، في مشروعات بتضم المحافظات كلها، يعني لما بتيجي تعمل مثلا طريق محوري أو طريق كبير مثلا من ما بيمر بكل المحافظات، في طرق تخطط ال 200 كيلو، فده كده تخطى مجال محافظه ومحافظه اخرى، ففي ما يشبه يعني حاكم للاقليم او مشروع يعني مشرف على مشروعات الاقليم الصعيد بالكامل هيئه تنميه الصعيد. اذا هو شغال واحتاج الى قرارات او قرارات تنفيذيه او توجيهات بيطلع قرارات بتبقى ليها قوه تنفيذيه في هرم التشريع، يعني القرارات التنفيذيه اللي بنحتاجها واحنا شغالين، ده قرار بتخصيص القطعه دي انها دي تعمل فيها محطه بنبان، ودي تبقى تبع هيئه تنميه الصناعات او تبقى تبع هيئه الطاقه، يطلع قرار بكده. القرارات التنفيذيه ده طبعا معمول بيه في كل دول العالم مش عندنا احنا بس. لو محتاج ان انا تشريع خاص بتتوجه بيه الحكومه لمجلس النواب وبيتم دراسته واقراره. تمام، خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هتكلم على مساله دور القطاع الخاص. يمكن الدولة لها دور في توفير بنية تحتية، توفير طاقة، توفير طرق، كمان مسألة يعني التسهيلات الخاصة بهذا الجزء، إنشاء هيئة مختصة بتنفيذ مشروعات استثمارية دون الرجوع بقى لمصر والبيروقراطية اللي احنا عارفينها. هنتكلم عن دور القطاع الخاص في التنمية في الصعيد بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام اهلا بكم جديدا. يمكن ارقام كبيره قوي في طبعاً. الفاصل يعني تريليونات، احنا ما كناش يعني بنسمع الارقام دي. وبعدين يعني من كتر المشروعات كم كبير يعني الصعيد بقى والقطاع الخاص، يعني لان دايما القطاع الخاص بيدور على بيئه تشريعيه اقتصاديه بتساعده انه يعمل، واحنا بنتكلم على جزء يعني مهم من الوطن زي ما ذكرت دكتور ياسر، القطاع الخاص والاستثمار في الصعيد.
معادلة بقت دلوقتي رابحة للغاية. الاستثمار في الصعيد كان طبعا زمان شيء صعب جدا، مستثمر نفسه مش عارف يلاقين المواد خام ولا يروح ولا يجي، الطرق صعبة، الشحن صعب. سيادتك شفت يعني لما كنا بنتكلم في البريك، لما بتروح توشكا بتروح بطيارة هليكوبتر، مين بقى اللي كان هيروح يعني يستثمر ويشتغل؟ النهارده زي ما قلت لحضرتك، قطارات سكة حديد، قطارات للبضائع، طرق طبعا مزدوجة على مستوى عالي، نقل للخامات، حتى عملوا يعني طرق خرسانية لنقل المحاجر الثقيلة علشان ما تفسدش الطرق. طبعا الموانئ على البحر الأحمر والمتوسط شهدت طبعا طفرة كبيرة جدا، دي ممكن تحتاج حلقتين لوحدها، التطوير للشحن البحري والخدمات اللوجستية الموجودة. ده خلى النهاردة كل المزايا التنافسية الموجودة في الإقليم بالكامل تحت مجهر للقطاع الخاص، ان فرص ربحيه ضخمه، الاماكن تم ترفيقها، الطاقه متوفره، الطرق متوفره، طرق الشحن متوفره، قانون الاستثمار اللي اتعدل اخر تعديل في 2017 اللي سهل دخول وخروج رؤوس الاموال وتحويل الارباح وامن للمستثمر كل حقوقه، لدرجه انه حتى لو حب يختصم مع اي جهه داخل الدوله ممكن يلجا لمركز التحكيم في البنك الدولي جهه محايده. كل الامور دي بتساعد طبعا على تدفق الاستثمار، وده اللي وفر فعلا فرص العمل لما تدفقت الاستثمارات. قلنا ان تم توفير اكتر من 1,300,000 فرصه عمل، اتعملت المشروعات الكبيره، اجتذبت جنب منها صناعات مغذيه، الصناعات اللي موجوده في المنطقه، صناعات غذائيه، صناعات اخشاب، صناعات تجفيف، صناعات في الثروه المحجريه، الرخام، كل الامكانيات الموجوده محل انتباه وجذب الاستثمار الاجنبي، وجانب طبعا المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر في المنطقه اللي خلال 9 سنين او 10 سنين اللي فاتت ما يقرب تم اعتماد ما يقرب من حوالي 1,300,000 مشروع تم طرحهم وتم شغلهم بتيسيرات في التمويل من البنك المركزي ضمن المبادره الكبرى اللي تمت في البنك المركزي. ده شغل في شغل في القطاع الخاص حوالي 2 مليون فرصه عمل خلال 10 سنين اللي فاتوا. فاحنا النهارده بنتكلم على نسبه بطاله بتنخفض في مصر عموما، وبتنخفض في الصعيد بشكل خاص، لان هي ما كانتش بتنخفض، هي كانت دايما في ارتفاع. بالتأكيد. يعني لما كنا نشوف تقارير التنميه البشريه عن المحافظات الاكثر معدلات بطاله، كانت محافظات طارده اصلا، كانت محافظات طارده للعماله، وكان معدلات البطاله فيها في تزايد مستمر، ومش عارفين نحل يعني ما كانش في الحل. يمكن من الامور برضو اللي حضرتك اتكلمت فيها دلوقتي دكتور ياسر والمهمه جدا هي مساله سكك الحديد. سكك الحديد للصعيد كانت مهمه جدا طبعا، سواء في السفر او نقل البضائع. في تطور كبير يعني حتى بعرض تطور كبير حصل في السكك الحديد. اكيد بالتاكيد طبعا للسكك الحديد انا شخصيا يعني اتذكر في مره لما انا رحت الاقصر ونازل في المحطه، انا نزلت على الرصيف يعني من القطر كده على الارض كده على الشارع بشكل طبعا انا مصري ورايح في مهمه عمل او كده، وراجل لو سايح بقى ورايح وبيشوفوا بقى طبعا يعني السكك الحديديه بقى اللي بره اللي في الدول المنافسه لينا في السياحه والمحطات والخدمات الموجوده والامور دي، يعني طبعا ما كانش طبعا شكل يليق. النهارده 46 محطه على خط الصعيد، ده رقم ده كبير جدا، وتطوير المحطات دي كلف مليارات علشان طليق العربيات طبعا كمان يعني الخدمه نفسها، السيرفيس نفسها، والطريق نفسه والمحطات اللي انت بتنزل فيها كمان، كل ده تم تطويره يعني طبعا بستاندرد عالي جدا. الى جانب طبعا القطار الكهربي في مرحلته الثالثه اللي هيمشي من سفاجه هيعبر الصعيد لما يوصل للعين السخنه، ده طبعا هيعمل برضه طفره كبيره جدا في سهولة ويسر برضو نقل البضائع ونقل المواد الخام القادمة والمنتجات اللي هي خارجة من الإقليم. دكتور ياسر، بالشكل ده احنا بنتكلم على تنمية مستدامة ورؤية استراتيجية طويلة المدى، يعني ما بنتكلمش على مشروعات آنية وبعد كده لا، احنا بنتكلم على رؤية كبيرة يعني. ده حقيقي، في مسار طبعا رسمات الدولة، في رؤية للدولة، رؤية استراتيجية للتنمية الاقتصادية حطها الدولة ان هي تنجز او تسرع بعض المؤشرات اللي هي يعني ما تمش انجازها بالشكل الكافي نتيجة طبعا الازمات الاقتصادية العالمية. كانت في رؤية مصر 2030 كان محطوط بعض المؤشرات زي تخفيض معدلات البطالة لمعدلات محددة، رفع الناتج المحلي الاجمالي، تنمية الاجزاء المحرومة من الخدمات،
استغلال المزايا التنافسيه في اقاليم الدوله المختلفه. في بعض التباطؤ حصل في بعض المؤشرات دي، واجتمعت طبعا الحكومه مع الخبراء وحطت استراتيجيه للتنميه الاقتصاديه وتسريع المعدلات اللي هي ما تحققتش علشان نوصل ل 2030 بكل ما هو تم مخطط من رفع للناتج المحلي الاجمالي، من تحقيق تنميه مستدامه واقتصاد اخضر وتحول رقمي، من خفض لمعدلات البطاله. عايز اقول لحضرتك ان صعيد مصر على راس القائمه في تحقيق وتسريع بتوجيهات رئاسيه تسريع معدلات المؤشرات اللي هي ما تحققش او في تاخير او نتيجه طبعا ظروف التمويل العالمي ونتيجه خروج بعض رؤوس الاموال وبعض المشروعات اللي تعطلت ونتيجه ظروف الحرب الروسيه الاوكرانيه والحرب في غزه. كل الضغوط دي ادت الى حد ما بتاخير بعض المشروعات، يعني حتى السيد الرئيس نفسه كان صرح بكده في افتتاح المرحله الاولى من العاصمه الاداريه بعض المشروعات في العاصمه الاداريه الجديده ان اتاخرنا سنه. الصعيد النهارده اتاخرنا سنه، ولكن حتى المعدلات هي اصلا المعدلات اصلا كانت كبيره، يعني المعدلات كبيره والطموح والحلم نفسه والاصرار على تحقيقه يعني ما نملكش فعلا غير العمل والاصراع في تنفيذ المشروعات. التاخير ده بتكلفه طبعا، يعني اي ديلي بيحصل بيبقى بيساوي تكلفه بشكل يعني مباشر، خاصه طبعا ارتفاع الاسعار العالميه وموجات التضخم ما زالت مستمره. فلما نسرع بتنفيذ المشروعات دي ده هيحقق الرؤيه المحطوطه لجنوب مصر. مصر كانت اسمها مصر العليا، يعني اللي فوق دي مصر العليا دي كانت محل ثروات مصر وكانت محل حضارات مصر. يعني حتى كان في بعض التصنيفات ان كانت الجيزه نفسها بتصنف ان هي من محافظات الصعيد بالظبط. خلينا نطلع اخر تقرير عندنا في الحلقه، وبعد اخر تحرير اتكلم على مساله يعني كل هذه المشروعات ما حدث في البنيه التحتيه والمدن الصناعيه والمدن الجديده وتاثيرها الايجابي على المواطن واهالينا في منطقه الصعيد بعد هذا التقرير. فابقوا معنا. تعيش محافظات الصعيد عصرها الذهبي في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال ما تشهده من المشروعات القومية والإنجازات في كافة القطاعات منذ 2014 وحتى الآن. النهاردة مع الإجراءات الجديدة مع التنمية المستدامة في كل محافظات مصر وبالذات الصعيد، التركيز قوي جدا على الصعيد، قوي جدا التركيز على مستوى الصناعي بإنشاء مجموعة من المصانع وإعطاء تسهيلات للمستثمرين للاستثمار في صعيد مصر. معظم مشاريع الطاقة المستدامة بتبنى في صعيد مصر. كل هذه الإجراءات طبعا بلا أدنى شك إنها على المدى الطويل هتحد من الهجرة من صعيد مصر إلى العواصم القاهرة أو الإسكندرية أو غيرها من العواصم اللي هي كانت بتنعم بحظ أكثر في الفترات السابقة. بالعكس، ده إن استمر هذا التوجه واستمرت النجاحات الموجودة حاليا لا أستبعد إطلاقا ظهور هجرة عكسية، لا أستبعد إطلاقا وجود مستثمرين من العاصمة بكفاءات الفنية اللي موجودة عندهم في العاصمة يبدأوا ينزحوا إلى صعيد مصر، لأن الاستثمارات دي مش فقط لا تعني فقط، يعني احنا دايما بنبص عندنا نظرتنا للموضوع أن الاستثمارات بتوفر فرص عمل في المنطقة اللي هو بيعمل فيها أو المنطقة الإقليم اللي الاستثمار بيتم فيه، وبالتالي ده هيحد من الهجرة. المخطط الحكومي بصعيد مصر تم خلاله تنفيذ أكثر من 387 مشروعا في قطاعات البنية الأساسية من إجمالي استثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه على قطاعات الصرف الصحي والطرق والنقل ومياه الشرب والكهرباء وغيرها، بجانب دعم مشروعات التنمية الاقتصادية في الجنوب. عملت الحكومة المصرية بتوجيهات من السيد الرئيس على توفير مبدئي 500 مليون دولار لتنمية الصعيد. طيب ال 500 مليون دولار دول لتنمية الصعيد دي كانت المستهدف منهم ايه؟ العمل على التنمية المستدامة للتنمية المحلية بصعيد مصر، وحضرتك اول حاجة كانت القضاء على الفقر من خلال ضخ الاستثمارات الخاصة ب مخطط التنمية في مجالات البنية الأساسية وتهيئة بيئة ممكنة للأعمال والتطوير. طيب عملنا ايه في الجزئيه دي بالفلوس دي كلها من اولها لاخرها؟ بدانا ناخد خطوات بتاعتنا ازاي؟ واحد، كان الاهتمام بالطرق الريفيه والطرق التي تربط ما بين المدن والطرق السريعه. 2، الخدمات الريفيه والبنيه الاساسيه اللي فيها.
تلاتة التنمية الاقتصادية في المناطق الحضرية، ودي نقطة فيها هنقف عليها كتير جدا، خلق فرص العمل والروابط والوصول إلى الخدمات في صعيد مصر الذي يضم 10 محافظات تحديدا اللي هي اتأخرت كتير عن مجال التنمية في فترة سابقة علشان نلحق بالنمو الاقتصادي. إنجازات ضخمة يشهدها صعيد مصر تؤكدها الأرقام والإحصائيات عاما بعد عام، لتعكس حجم التنمية في مختلف المجالات لتوفير حياة كريمة لأبنائه ودعم الاقتصاد القومي. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. سريعا بقى، تاثير هذه المؤشرات وما حدث في الصعيد على المواطنين هناك. ثلاث مؤشرات حطها من الامم المتحده، الدخل اتحسن لان احنا وفرنا فرص عمل، الصحه اتحسنت لان احنا طورنا البنيه التحتيه للمنظومه الصحيه، انظمه التعليم زي ما ذكرنا لحضرتك برضو اتحسنت، حسنا جوده الحياه للمواطن في جنوب الصعيد. نورتنا دكتور. الله يخليك. كل الشكر والتقدير لضيفي الكبير الدكتور ياسر عبد العليم، عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع. كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقه من برنامج ملفات. شكرا جزيلا. أهلا بك أستاذ إيهاب. وشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم دائما على خير. إلى اللقاء.